بعد أكثر من 100 يوم على الثورة، لبنان إلى الهاوية. حكام لبنان القابضين على السلطة بقبضة أمنية قضائية ومالية أصبحوا وراء جدران العزل. الانتفاضة الشعبية يلي تخطت الحواجز بين المناطق والطوائف والمذاهب وجمعت بين الناس لأول مرة، هالناس يلي ما كانوا يقدروا أنه يتخطوا خلافاتهم من الحرب الأهلية مروراً باتفاق الطائف وصولاً إلى 8 و14 أذار، وصلوا لأول مرة إلى حس وطني جامع. بالمقابل كيف واجهتهم السلطة؟ طبعاً السلطة القائمة منذ إعلان دولة لبنان الكبير من 100 سنة، يعني قائمة على شد العصب المذهبي والطائفي بين الفقراء ومعاناة الفقراء ودماء الفقراء. واجهت الحس الوطني اللي نشأ بليلة 17 تشرين بجدار عزل بحواجز إسمنتية. لشو؟ لشو هالقد خايفين من الناس؟ ولو مجلس نواب منتخب من قبل الشعب وعلى أساس بيمثل الشعب صار بخاف؟ ثقافة الجدار بالتاريخ القديم والحديث بيعني ثقافة الخوف، بيعني ثقافة الهروب من المواجهة وتجنب اللقاء. بالتاريخ عنا جدار برلين يلي سقط، وعنا جدار ترامب على حدود المكسيك، وفي عنا جدار الفصل العنصري بفلسطين المحتلة. بعدين انتو يلي بتنتقدوا وبتهاجموا جدار الفصل العنصري بفلسطين المحتلة، كيف إلكن عين بنيتوا الجدار بين المؤسسة الدستورية الأم يلي اسمها البرلمان وبين الناس؟ انتو مش خايفين من كتب التاريخ يلي رح تحكي عن هيدي الحقبة؟ مش خجلانين من شعب وأجيال اللي رح تتناقل الخبر عن جدار العار وقت يلي النواب خافوا من غضب بعض صبايا وشباب وطلاب قرروا يكسروا الصمت ويعلوا صوتهم؟ وشو عم يطلبوا منكن؟ صدقة؟ مصاري؟ وظيفة؟ لا، عم يطلبوا منكن قلن على القليلة 5 سنين، انه يا جماعة خففوا جشع ونهب الخيرات البلد، شيلوا الزبالة من الطريق وخففوا سمسرات وصفقات. هيدي مطالبهم. وعسيرة فلسطين، طيب اليوم انباعت فلسطين بصفقة القرن وقبلوا العرب وانتوا قبلتوا معهم. بتعرفوا كيف قبلتوا؟ بقيتوا تمعنوا بالفساد والسرقة والنهب وتغطيس لبنان بالديون، حتى وصلنا لمحل رح يجوا يقولوا لكم يلي بيرتبوا الصفقات الكونية كويس رح نشيلكن من الدين، بس وطنوا لنا اللاجئين الفلسطينيين بلبنان ومنعوا عنهم حق العودة، وانتوا رح تقبلوا بحجة منع الانهيار، ويمكن يقولوا لكم وطنوا لنا جزء من النازحين السوريين على طريقكن. ما بنعرف، ما حدا بيعرف جشعكن وتمسككن بالسلطة لوين ممكن يودي، وأي صفقة مستعدين تعملوا وأي مغامرة معقول تخوضوا بس لتبقوا بالسلطة. بلد منهار مالياً، بتناقشوا له موازنته بأربع ساعات بس، كيف؟ مبين المشهد غريب بمجلس النواب، اختصار كلمات النواب، اختصار نقاش الموازنة، قراءة أرقام فارغة من أي مضمون واقعي. وإذا بدنا نختصر المشهد، بيّن مثل يلي مستأجر بيت ومتخلف عن دفع الأجار، أو مصادر بيت وخايف من مواجهة المالك الأساسي كرمال ما يطالبوا بإخلاء البيت.